مجال التحليل من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار طبعا في الاستوديو التحليلي معانا. طبعا كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. يا كابتن سامي، طبعا النهارده بالنسبه للبدايه، النهارده نقول بدايه موسم جديد، بنشوف طبعا بعض اللعيبه اولى المباريات الوديه لسه طبعا شويه. المباريات الوديه دي احنا معانا كوكبه جديده ومعانا مجموعه جديده، لكن بشكل عام يا كابتن سامي بتشوف الاداء النهارده ازاي؟ غيابات شويه من اللعيبه اللي راجعه من المنتخب وكده، لكن بشكل عام النهارده بشوف الاداء ازاي؟ طبعا تحياتي كابتن ايمن، وبقول له الحمد لله على السلامه. طبعا كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن هاني وكابتن عادل عبد الرحمن، طبعا تحياتي ليهم. يعني زي ما انت قلت، بدايه فتره الاعداد طبعا مهمه جدا، ان انت طبعا كابتننا طبعا اكثر خبره مننا يعني في الموضوع ده، انت بتعد اللعيبه كويس بدنيا وفنيا وخططيا وذهنيا، تبقى طبعا انت عارف ان احنا قدامنا ايام بسيطه يعني، وتلعب بطوله مهمه جدا يعني. فمهم برضو ان انت تستغل الفتره ديت، تعد اللعيبه الفنيه كويسه اللي هي ما كانتش مشاركين معانا في الفترات اللي فاتت، لان اللعيبه الدوليه انت عارف اخذت فتره راحه قليله. عندنا مباراه ثانيه يوم ان شاء الله، يوم 16 بقى ان شاء الله مع المقاولين، ان شاء الله بروفه كويسه لينا ان شاء الله لمباراه السوبر مع نادي الجيش ان شاء الله. لكن النهارده الحمد لله برضه تجربه كويسه، شفنا فيها لعيبه زي ما انت قلت، عايده من اصابه، محمد محمود النهارده الحمد لله بيشارك بشكل كويس، اللعيبه الصغيره كلها، اللعيبه اللي كانت اعراض مثلا موجوده عندنا برضه النهارده، احمد عبد القادر وبيت الناس زياد وفخري واللعيبه الصغيره اللي موجوده في الناشئين برضه، يعني فرصه للراجل يتفرج عليهم في ظروف كويسه، في مباراه كويسه. فاعتقد الحمد لله يعني، الحمد لله تجربه مفيده جدا لينا، والراجل يقدر يقف فيها على حاجات كتيره ان شاء الله تساعدنا الفتره اللي جايه باذن الله. يمكن كمان يا كابتن سامي هنشوف بعض اللعيبه اللي ما شاركتش بقى في المباراه، بيتروجيت ممكن نشوفها بشكل كبير في مباراه المقاولين، لان دي هتبقى يعني تعتبر زي ما انت قلت البروفه الاخيره بالنسبه لمباراه الجيش، لان ليها حسابات خاصه وحسابات كتيره جدا مع الجهاز الفني مباراه طلائع الجيش فيها سوبر مصر. يعني احنا كنا مقسمين النهارده مجموعتين، يعني اللعيبه الدوليه زي ما انا قلت لك احنا بادئين شويه قبل اللعيبه الدوليه، لانهم كان عندهم المباراتين في التصفيات يعني. فطبعا كان مهم جدا ان هم ياخدوا فتره راحه برضو، لسه راجعين من يومين، فمهم جدا ان انت يبقى واحده واحده برضو عشان ما يخشوش جوه المنافسات على طول، يعني انت تعدهم كويس. فاعتقد الحمد لله قدام 3 4 ايام يقدروا ان شاء الله يرجعوا فيها كويس، وياخدوا برضو فترات في مباراه المقاولين برضو، ممكن نبقى شوطين، ممكن الراجل لسه ما فكرش يعني، بس ان شاء الله تبقى اعداد كويس يعني للمباراه اللي جايه مع طبعا العناصر اللي هي، لان اللعيبه اللي لعبت الشوط الاولاني برضو لعيبه فيهم، لعيبه كانت من جوه الفرقه يعني، في كهرباء وفي طاهر وفي وليد وفي ياسر وفي رامي وفي كل اللعيب، وحيد نفس القصه، هاني طبعا، والناس كلها اللي موجوده يعني. فاعتقد الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق بس الفتره اللي جايه ان شاء الله، واللعيبه تدخل بسرعه، وان شاء الله عندنا بطوله مهمه جدا ان شاء الله نبدا بيها الموسم، وان شاء الله يكون استعداد كويس لينا، بعدها طبعا مباراه الكاس والاستعداد للدوري ان شاء الله. الموسم يمكن خلص وما خلصش يا كابتن سامي، لسه يمكن التلاحم موجود حتى هذه اللحظه، هنلعب 21 هنلعب 25 لسه هنلعب برده كل 3 4 ايام ماتش يعني. بنتمنى بقى ان الموسم يبدا بقى بشكل عام، بقى الموسم الجديد، لكن احنا بننهي موسم، هتتعاملوا ازاي مع هذا الامر مع الجهاز الفني ومعاك يا كابتن؟ يمكن هي دي برده اتكلمنا عليها، وطبعا كابتننا في الاستوديو اتكلموا عليها يعني، حته ضغط المباريات ديت يعني في وقت قليل، خصوصا مع تلاحم المواسم، خصوصا مع اللعيبه الدوليه برده ما بتقدرش تاخد فترات راحه كبيره يعني. لكن يعني اعتقد ان شاء الله تكون الفتره ديت هي بس الفتره المضغوطه بالنسبه لنا، وبعد كده ان شاء الله نقدر ان شاء الله نلعب باريحيه بقى زي ما كنا بنلعب قبل كده، تدينا طبعا افضليه وتدينا طبعا دوافع اكتر واستعداد اكتر للمباريات ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. النهارده نقدر نقول اولى المباريات الوديه التجريبيه لفريق النادي الاهلي. شفنا النهارده كابتن ايمن عدد من اللاعبين بيشاركوا، بنامل ان شاء الله المباراه القادمه مباراه المقاولون العرب ان شاء الله باذن الله يكون في عدد اكبر، نشوف بقى اللعيبه اللي ما شاركتش، اللعيبه الدوليين، التيم يكون بشكل كامل ان شاء الله متواجد في هذه المباراه، والشكل والاداء والنتيجه ان شاء الله تكون احسن من كده بكتير. هي مباراه اولى بالنسبه للمباراه الوديه، لكن املنا كبير وثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله الموسم ده يكون موسم قوي، نحصل فيه على كل البطولات زي ما حققنا الموسم المنقضي في كل بطولات النادي الاهلي. يمكن دي كانت اجواءنا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه في ملعب مختار اتش بلقاء الكابتن سامي قمصان، واكيد كنا بنامل ان تكون المباراه فيها نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله منتظرين لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه وتحديدا مباراه المقاولون العرب. لكن في هذه اللحظات عوده ليك والكابتن ايمن شوقي.